مرحبا حبايبي طلاب الصف الثالث. اليوم عندنا درس جديد بعنوان My Five Senses. My Five Senses. Senses اللي هي الحواس. احنا عندنا خمس حواس فبنحكي My Five. My Five Senses. Senses معناها حواس. رح نستمع للنصوص وكل صورة رح تحكي لنا عن حاسة من الحواس. Let's buy some cakes. Let's buy some cakes. Let's معناها يلا أو دعونا. Buy يشتري. Some بعض. Cakes اللي هي الكعك. They هاي عائدة على cakes. They smell nice. أول حاسة اللي هي smell اللي هي الشم. هون الرائحة معنى رائحتهم حلوة أو شهية. بروح للصورة الثانية عندنا the cakes taste. The cakes taste اللي هو طعم الكيك. Delicious لذيذ. I like chocolate cakes. هي بتحب الكيك اللي على شوكولا. الصورة الثالثة I can see a colorful. colorful اللي هي عن ملون. I can see أستطيع أن أرى. A colorful butterfly فراشة. Wow it looks beautiful. تبدو جميلة. Can you hear the birds. هل تستطيع سماع hear. إذن هون عنا hear السمع. Can you hear the birds. تستطيع سماع الطيور. Yes I can. لما يسألني can you بجاوب yes أو or no. Yes I can but I can't see them. هو سامحهم بس ما بيستطيع إنه يراهم. See them. It's a lovely cat. قطة جميلة. Can I touch it? هون حاسة شو اللمس. Touch it. هل أستطيع لمسه؟ Yes, you can. نعم تستطيع. It's small and soft. إنها صغيرة وناعمة. I like cats. أنا أحب القطط. إذا عندنا من touch يلمس. الملمس كان soft. المس كان ناعم. ننتقل للتمرين التالي. Let's learn. هون عندنا هدول هم الـ 5 sense. أول واحدة hear معناها يسمع. Taste معناها يتذوق. See معناها يرى. Smell معناها يشم. وعندنا touch معناها يلمس. التمرين الثالث عندنا listen and repeat. بدي أسمع وأكرر. بدي أسمع الأرقام من 10 لـ 50. 10 معناها 10. 20 20. 30 30. 40 40. 50 50. بنعيدهم. 10 20 30 40 50. بتمنى أن تدرب الطلاب على كتابتهم ويتعرف كيف يكتب هاي الأرقام غيبا. بروح للتمرين الرابع هو تمرين استماع. خلينا نستمع للنص ونعمل تيك عند الإجابة الصحيحة. I can see a tree. I can touch a cat. I can taste the apple. I can smell the flowers. I can hear the telephone. بروح لexercise 5. Listen and sing. هون عندنا أغنية. I have two eyes. I have معناها لدي. Two eyes عينان. اثنتان. So I can see. لذلك أستطيع أن أرى. And a nose to smell. وأنف يشم.
and nose to smell. I have 10 fingers. لدي 10 أصابع. That can touch. تستطيع اللمس. They do it very well. هدول الأصابع بيستطيعوا يلمسوا بشكل جيد. I have 2 ears. لدي أذنان. اثنتان. So I can hear. لذلك أستطيع أن أسمع. The birds up in the tree. الطيور فوق الأشجار. هون كل حاسة والعضو المختص فيها. Eyes see. Smell اللي هي النوز. تكتبي للطفل العضو، تكتبي له الحاسة مقابلها أو بترسمها مثل ما هم رسمين هون بالأغنية. وهاي الرسمة كتير حلوة إنه الطفل يتعلمها. هون ننتقل للصوتيات. مثل ما تعلمنا بالصف الثاني عندنا حرف الأو حرف علة، وحرف الأي كمان حرف علة. هون اجتماع حرفين علة. بحكي الصوت الأول بس، هون الأو اللي رح تتكلم، الأي بضل ساكتة. بحكي لطفلي إنه الأي رح تضل ساكتة والأو اللي هي رح تتكلم. صوت الأو والأي مع بعض بيعطيني أو أو أو. نستمع للتسجيل ونرجع. أو كوت goat. الكلمات اللي بتحتوي على O A اللي هي بنلفظها مقطع واحد صوت واحد. O coat coat goat goat، يعني زي كأنه الـ A مش موجودة. تمام. عندها كتاب الأنشطة. عندي بدي أكمل الكلمات nose mouth hand eye و ear. هدول هم أعضاء الحواس الخمسة، أعضاء الحواس الخمسة لكتاب الأنشطة. هون عندي الحواس مع الأعضاء see smell hear taste touch، هدول هم الحواس. بدي أعرف I can أستطيع hear with my ears، أستطيع أن أسمع بأذني. I can see أستطيع أن أرى with my بواسطة أو ب eyes بالعينين. I can touch أستطيع أن ألمس with my hands بيدي. I can taste أتذوق taste يعني يتذوق with my mouth بفمي. I can smell أستطيع أن أشم with my nose. وهيك هدول بنحفظهم بنعرفهم بيجوا إملاء الفراغ بالامتحانات. طبعا هون التمرين كمان مهم. The cakes taste delicious. طعم الكيك لذيذ. Taste الكيك بتذوقه. The flowers. Flowers إيش؟ أنا smell بشمها بشوفها. Smell nice. لطيفة. I can't touch the sky. أنا لا أستطيع لمس السماء. I can see the moon. أستطيع رؤية القمر. أكيد ما رح أشمه. هاي كمان تمرين مهم بندرب عليه أطفالنا. عنا التمرين الرابع. Listen and circle the number you hear. بدك تستمع وتحوط الرقم اللي رح تسمعه. خلينا نسمع ونحوط. A 29 B 32 C 45. التمرين الخامس. Write the missing numbers. بدي أكتب الأرقام المفقودة. عندي نستمع للفظ الأرقام 31 معناه 31 32 33 34 43 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50. دول الأرقام لازم تعلم الطفل إنه يعدهم. كتابتهم مش مطلوبة، المهم إنه يعدهم. بالتمرين السادس عندي look and write. عندي صورة عيون وسيارة. I can see a car. طب أنف I can
smell smell إنه أنا بشم بأنفي. I can smell a flower وردة. الصورة الثانية I can عندي لسان taste oranges برتقال. I can touch a rabbit أستطيع لمس الأرنب. هيك نكون خلصنا الوحدة. بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا استفدتوا طبعا لا تنسوا تضغطوا لايك لأن اللايك عم بيرفع الفيديو ويساعدنا إنه القناة تتطور. شكرا لكم كتير.